بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم السبت 23 ديسمبر 2018، خرجت من الخدمة 4:30، دوكا راه وقت المغرب. ولادي يخرجوا يلعبوا لبرا، طوال الدار. هذا القش اللي غسلته البارح الصباح ما نشفش، دخلته نشفه على السخانه تاع الفرنو. هنا الفريش تاعي انا وليداتي. وهذو لهنايا، هذا الصندوق، هذا تاع هذا بعثونا جاري اللي لاصق في الدار هذه اللي راني فيها انا دوكا، يخدم خضار، يبيع توال الدار لهنا، يحط طابله تاع خضره. بعثنا هذا، وبعث الشكاره تاع الدقيق 25 كيلو، وبعث الزيت تاع 5 لترات، كثر خيره. وكل واحد دار فيا خير، رايح يبقى الخير هذا ديم في رقبتي، ربي قدرني ونقلب الخير لمواليه. العام تاع 2018 الحمد لله رب العالمين، خاصة ليامات الأخرى تاع شهر ديسمبر، حسيت حياتي تبدلت جذريا، تبدلت نحو الأفضل. ما على باليش كنت عايشة واحد الحياة هكذا، حياة هكذا بسيطة، فجأة ربي بدل لي حياتي ورزقني خير من حيث لا أحتسب، وغمرني ربي بالخيارات تاعو الحمد لله رب العالمين. هذا الساك تاعي جديد، حقيبة اليد الجديدة، وهذه حقيبة اليد تاعي القديمة. جديد قال لك حبه، والقديم لا تفرط فيه. هذا نهز فيه كي نخرج لبرا، وهذا نخبيه ونستحفظ به، نحطه في بلاصه مليحه. هذا اللي هزني وقت الشده، عمري ما نفرط فيه. والحمد لله رب العالمين على كل حال، والحمد لله على الخير اللي رزقني يا ربي. الحمد لله الحمد لله، وكثر خير ربي.